السلام عليكم. تشبهت بالنساء شكلا ولكنها اختلفت عنهم مضمون. شتان بينها وبين الأمهات، حب المال أعمى عينيها وتمس قلبها، وأصبح ذا أولوية عن فلذات كبدها. استغلت حيالها لسرقة المال، وابتدعت كل طريقة لكسبه، حتى لو كان على حساب أقرب الأشخاص. فلم تمنعها الأمومة من قتل أبنائها وأزواجها وتسميمهم في سبيل الحصول على أموال التأمين. ماري سفاحة بريطانية كالشيطان الذي تجسد في هيئة بشر. نشأت في بلدة مورسلي البريطانية بمطلع القرن التاسع عشر، وبعد وفاة والدها تزوجت وأنجبت 5 أطفال، وبنفس المرض توفي 5 بعد إصابتهم بحمى في المعدة. ليصاب الزوج بالحزن الشديد ويقرر السفر إلى بلدة أخرى في إنجلترا ليرزقوا بثلاثة أطفال آخرين، ولكنهم لم يظلوا لوقت طويل، فلحقوا بأشقائهم وتوفوا بنفس المرض. ومع تكرار المرض والأعراض المتشابهة، طفلين فقط ما تبقى للأم الشيطان، ليلحق الزوج بعد ذلك بأبنائه المتوفين بنفس المرض. حمى في المعدة تصيب الأسرة بأكملها، الأم وحدها التي تنجو من الإصابة لأسباب لم يعلمها أحد، وتحصل على أموال التأمين. تنتقل ماري من بلدة لأخرى، تتزوج تارة وتترمل تارة أخرى. يموت الأزواج والأبناء بنفس المرض، لتقرر العودة إلى العيش مع والدتها. وبعد مرور 10 أيام فقط من مكوثها معها، توفيت الأم بنفس المرض المنشور. وبعدها توفي طفلين آخرين للسفاحة البريطانية، لتعود مرة أخرى إلى الزواج، ولكن هذه المرة صور زوجها الشك ناحية هذه المرأة المثيرة للريبة، ولكن لم يلبث في شكه كثيرا حتى لحق بغيره من الأزواج وتوفي أيضا. تعرفت ماري على سيدة تدعى ماركريت كوتون، وقامت بالعمل لديها كجليسة أطفال، ولم يمكث وقت كبير إلا وتوفت هذه السيدة على إثر نفس المرض حمى المعدة. وبعد ذلك أصبحت الطريق أمام ماري الكوتون لتأخذ زوجها، وتزوجها السيد فريدريك وأنجبت منه طفلا يدعى روبرت، وتوفي بنفس المرض. وبعدها توفي أطفالها منه وأبناؤه من زوجته الأولى بنفس المرض. وأخذت ماري أن كوتون جميع أموال التأمين الخاصة بهم، ولكل طاغ نهاية. مهما وصل طغيانه وقساوته، جاء الدور هذه المرة في الزواج من طبيب، وكان ابنها الأخير عليه أعراض الحمى ومعاناته من مغص مستمر. ليتفحصه الطبيب وطمأنها أن حالته متمكنة ومن الممكن أن يتعافى منها، ولكن لم تمر أيام كثيرة حتى مات الطفل. جن جنون الطبيب وأثيرت الشكوك حول سبب الوفاة، وتقدم بطلب للشرطة لتشريح الطفل. وبعد فحصه تبين أن سبب الوفاة مادة ترميخ السام التي تجعل الإنسان يشعر بمغص حتى الوفاة. وبعد التحقيقات وجدت الشرطة أن أفراد عائلة الطفل توفيت بنفس الأعراض والمرض، مما أثار الشك في نفوس الشرطة وجعلهم يبحثون وراء ماري أنكوتون. وبعد فحص الأطفال وأزواجها، تم إثبات إدانة ماري أنكوتون وأنها المسؤولة عن قتل حوالي 14 شخصا بوضع سم الزرنيخ لهم في الطعام، وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا، لتشاء عدالة السماء وترفض الروح مغادرة ذلك الجسد الشيطاني. وعانت ماري أنكوتون أثناء إعدامها واحتضارها نتيجة خطأ في الشنق،
لتموت أخيرا بعد سلسلة من الجرائم التي قضت بها على أسرتها للحصول فقط على المال.